أكل القرض من الزهد. يا ناس، الناس بيعذبوا رقبتهم عذاب شديد، خلاص ربنا ما أوجب عليهم يأكلوا قرض. ربنا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، القرض من الطيبات. أسف تخش لك مزعم تقول لي اديني واحد قرض بجيبنا، ما من الطيبات يا أخي. ربنا قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الزهد في الدنيا إنك أنت تأكل من الحلال ما تأكل من الحرام، وتقلل من الأكل، تقلل من الأكل الطيب. أما تمشي لا يقول لك أكل قرض، ومن يقول لك أكل قرض ذاته؟ وبعدين كذابين، تلقى الفقير، الفقير تلقى الكرسي ده ما بشيله، تلقى قدر ده. الجماعة يقول لك شايف ده والله قرض بس، ها أنت بتغش على منه؟ في قرض يتبقى له زول قدر ده؟ ده ما قرض ولا أي حاجة. ولو أكل قرض، القرض ما بقيك أنت عابد لله ولا ولي صالح. نحن عندنا سيد الأنبياء، سيد الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم قالت في حديث مسلم، فأبي هريرة، حديث أبي هريرة في مسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بالذراع، ذراع البهيمة، قال وكان يعجبه الذراع، كان بيحب اللحم، وفي اللحم بيحب الذراع القدام الكتف تحت البهيمة. عشان كده لو عندك فقه في الأكل ذاته، في البهيمة بتاكل أي شيء، تقول اديني كمونية، كمونية بتاع شنو؟ لو عندك قروش انت لو مفلس اكل الكمونيه ما مشكله، لكن لو عندك اكل الذراع. ابن القيم قال لانها اوفر لحما وابعد عن موطن الداء، ابعد عن المرض واوفر لحما. لما تاكل الذراع الزنت بيقول للقدام ده، ده اول حاجه بتاكل بتشبع، تاكل اكل حلو. اثنين ابعد عن موطن الداء، وده كان بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم، مسكه كده مش اكل ساي، شاله وكل بخشمه كده. قال فنهس منها نهسة، نهسة يعني بأسنانه القدام بخشمه، مش بياكل كده، بيمسكه كده وبياكل فوق كده ده. وده سيد البشر، سيد الزاهدين. تقول لي ما زاهد؟ ياكل قرض؟ النبي أكل قرض؟ قال فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، أزكى طعاما، جيب لهم الطعام السمح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى، ودي لو قلنا نحن أصلا يقول لك شايف؟ بيأصلوا للشغل بتاعهم. الشغل بتاعنا شنو؟ هو قال لك ده حلال. شوف النازل عليك الله. الشيء الحلال ده يحرموه، ويجي يقول لك احنا مشددين، مشدد في شنو؟ انت تقدر تحرم على الناس الحلال؟ وكذاب بيحرم عليك انت ده بس، يجي يقول لك انت فقير، فقير اي، وكل هناك في الفته دي فته مسيخه. الفته دي اللحم بتاعها وينه؟ اكله الشيخ. ويجي يجيب لك الفته المسيخه انت، ويقول لك الزهد، زهد بتاع شنو يا اخ؟ يغش عليك ساي ولعب عليك، ده ما زهد. نعم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.